تعني الأحفاد والأبناء. يا رب خلصنا منهم ومن ملكهم الظالم. يا رب الأطفال خائفون لا يخرجون لله بكعادتهم. يا جدي هل يمكن مساعدتك؟ جدي الله ما أحلى هذه الكلمة أيها الطفل الجميل. إنني أخاف عليك يا جدي من الملك الظالم جالوت. لقد قتل هذا الملك الظالم أبنائي وأحفادي، فهل أخاف منه؟ إنني ذاهب لأحارب مع الجنود. انتظرني يا جدي، تذهب الآن. تذهب لمن وأنت عجوز؟ لا تخف يا بني، فأنا أعلم أن ملكنا طالوت قد ذهب ومعه الرجال والجنود لمنع الملك الظالم من الاقتراب من قريتنا. هل تعتقد يا جدي أننا سنكسب المعركة؟ الله معهم، لأن الموقف صعب، فجندنا قلة أمام كثرة جنود جالوت، ولكن بالإيمان بالله تنتصر القلة على الكثرة. اسمح لي أن أحضر لك بعض الفاكهة من الداخل. أيها الطفل الشجاع، لن أقدر على تناول الطعام إلا بعد الانتصار على جالوت الظالم. هيا ندعو الله أن يعيد جندنا المنتصرين وأن يزلزل الأرض من تحت الأعداء. أنتم أيها الأطفال مستقبل هذه الأمة، وإنني على يقين بأن هذه الأيام سوف تزول ونعيش أياما سعيدة. نحمد الله على النصر. ما كان النصر حليفا لنا لولا شجاعة داود. نعم، إن شجاعة داود لم نعرفها من قبل. لقد قتل داود جالوت الذي خاف جميع الرجال منه، وتقدم له داود فخلص الدنيا من ظلمه. إنه النصر، إنه النصر، الله أكبر، الله أكبر. مات جالوت ومعه الظلم، مات جالوت ومعه الظلم، الله أكبر. لن نشرب منك أيها النهر، فإن ماءك مضر جدا بصحة الجنود. نعم، ولقد حذرنا منه ملكنا طالوت. اي النصر حليف المؤمنين. سوف اذهب الى اهالي المدينة لاخبرهم بالانتصار وموت الظالم جالوت. نعم اذهب بسرعة، فقد حرموا من زمن طويل من سماع اخبار الانتصارات. كل الاطفال اخرجوا من المنازل والعبوا في امان، قل لهم انسوا الخوف للأبد. يبدو أن الطيور تريد أن تزف إلينا خبرا. خبرا؟ خبرا ماذا يا جدي؟ في زمن بعيد لم تفرح الطيور مثل فرحها هذا. هذا يعني خبر الانتصار؟ يبدو ذلك. أبشروا يا قوم، لقد انتصرنا، لقد انتصرنا، وقتل الملك الظالم جالوت بيد قائد الجيوش داود الشجاع. قتل جالوت الظالم بيد داود، إنه لنعم الرجل الشجاع، وسيكون له حظ من الملك والنبوة. Thank you.
تقولون ان داود هذا من عباد الله الصالحين؟ نعم، سمعت ان الله منحه القوة والعلم. وماذا؟ ايه هذا الانتصار سيكون له ملك. بسرعة ايها الاسرى الى السجن. ايها الجندي لا تدن الاسرى حتى يحكم بينهم سيدنا داود. واين ذهب سيدنا داود؟ انه ذهب الى صومعته ليسجد شكرا لله على ما منحه من نعمة وحكمة. بسم الله الرحمن الرحيم. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. صدق الله العظيم. أنعم الله على الملك النبي داود فهو عدل حكيم كما أنه قوي لا يخاف الأعداء. نعم، إنه أشاع الأمن والأمان في المملكة كلها وذاق الناس على يده طعم الانتصارات. هل تعلم أين النبي داود؟ ترى أين يا أخي؟ ربما يكون في القصر. إنه يقوم بصناعة الدروع بنفسه، فقد منحه الله قدرة لم يمنحها لأحد من قبله، وهي أنه يشكل الحديد بيده بسهولة وكأنه لين مثل العجين. سبحان الله، يعطي من يشاء بلا حدود. إن النبي داود أول من صنع هذه الدروع بهذه الصورة التي تسمح لنا بيسر الحركة. وطبعا يقبل الكثير على شراء هذه الدروع الجيدة. نعم، فالنبي داود لا يأكل إلا من عمل يديه، وهو يصنع هذه الدروع ليبيعها، وبثمنها يطعم أولاده والفقراء. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألمنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون وانكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. صدق الله العظيم. سبحان الله الذي أعطى نبينا وملكنا داود الحكمة وأنعم عليه بصوت جميل ينسي أي مخلوق نفسه بما فيها من جوع أو عطش أو ألم وهو يسمعه. نعم سبحان الله. وقد أنعم الله على النبي داود حيث جعل الحديد في يده لينا فهو يفتله كيفما شاء ويصنع منه الدروع التي لا مثيل لها في هذه الأرض. لقد أخذ أحد الأشخاص مالا من أبي ولم يرده فشكوناه النبي داود فأجبره على إعادته إلينا. فلنبدأ درسنا اليوم ونتحدث فيه عن الكتاب المقدس الذي أنزل على النبي داود. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وآتينا داود زبورا. صدق الله العظيم. وهو من الكتب السماوية مثل التوراة والإنجيل والقرآن. كم أنا سعيد وسليمان الحكيم يجلس بجوار والده النبي داود. إن الله أنعم على نبينا داود بالنبي سليمان عليه السلام وهو يجلس مع والده في هذا المجلس يستشيره الأب النبي. لقد أذن الملك داود عليه السلام بالانصراف للجميع وهو يقول قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. صدق الله العظيم. ما أجمل الليلة مع الهواء الجميل والقمر البديع ونحن سعداء نحب الملك سليمان. لست وحدك التي تحبينه بل كل الطيور والجبال وكل الناس حتى الأشجار والنباتات فالجميع يحبون النبي داود عليه السلام وهو حب لمن يستحق. وأنا أحب ولده النبي سليمان عليه السلام. نعم إننا نحبه كذلك لأنه سليمان الحكيم عليه السلام فقد ورث عن أبيه النبوة والحكمة. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. صدق الله العظيم. دائما يحب ملكنا داود عليه السلام أن يطمئن على استعداد الجيوش. نعم
فجيوش الأعداء تتعجب من دروعنا ولا تعرف كيف نصنعها. يبدو أن النبي داود وابنه النبي سليمان قد وصلا لموقع الجيوش. إنه يطمئن على الجند وكل ما يحملون من دروعنا سليمان. العزاء الوحيد أن النبي سليمان ورث عن والده النبوة والملك والحكمة. ما تداود عليه السلام إنا لله وإنا إليه راجعون.